المركز الاول اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير من يقدم لنا الشامي مع البدايه. المركز الثاني الطاغي ياتينا مع المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد ال مكتوم خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي عاشق السلاله الشاهنيه يقدم لنا المركز الثاني والمركز الثالث ثالث المراكز وتابع التحدي وتابع الاثاره هناك مع المركز الثالث هناك المتحد ينطلق مع المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم علي بن راشد بن غدير يقدم لنا المتحد مع ثالث المراكز والمركز الرابع رابع المراكز مشاهدينا الكرام هنا الانضمام هنا ايضا هملول ينضم الى المنافسه هملول مع المركز الثالث لسمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد ال نهيان هناك ايضا عتيج خميس بن عتيج بن تسله الرميثي يقدم لنا هملول مع المركز الرابع والمركز الخامس النخليل اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع المكتشف علي بن هزيم المسافري والمركز السابع سابع المراكز من الجانب الاخر وتابع ايضا القدوم وتابع شاهين لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي في عمليه التضمير والتدريب والمركز السابع سابع المراكز مشاهدينا الكرام هناك ايضا صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري من يقدم لنا صوغان مع المركز السابع والمركز الثامن ثامن المراكز هناك فراج ينطلق فراج لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع المحنك سعيد بن راشد بن غدير ومن الجانب الاخر هناك ينطلق مشاهدينا الكرام شاهين لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي والمركز التاسع تاسع المراكز مشاهدينا الكرام هناك الانطلاق ايضا والاندفاع من النخليل اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن هزيمه المسافري والمركز العاشر المركز العاشر مشاهدينا الكرام هناك يتقدم هناك ضاري يتقدم ضاري لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع المحنك سعيد بن راشد بن غدير هكذا النتيجه للعشره المراكز المتقدمه مشاهدينا الكرام نعود مع البدايه نعود مع الصداره نعود مع الانطلاق الرايح هناك بطاش على البداية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي عاشق السلالة الشاهنية يقدم لنا هناك بطاش مع المركز الأول وطايش بطاش إلى البداية وإلى النهاية يا سلام يا سلام يا سلام المركز الثاني ثاني المراكز المركز الثاني مشاهدينا الكرام كان فيه ايضا هناك المركز الثاني هناك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن غدير والمركز الثالث ثالث المراكز هناك المتحد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير والمركز هناك ايضا القادم على رابع المراكز هناك يتقدم شاهين لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي والمركز الخامس شاهين لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي ينضم ايضا بكوكبه ثنائيه ومن الجانب الاخر هملول لسمو الشيخ ياس بن حمدان بن زايد ال نهيان هناك في عمليه التضمير خميس بن عتيد بن تسله الرميثي ولكن نعود مع بطاش على البدايه وعلى صداره هذا الشوط الله يا بطاش مباعد المسافه وطاير بناموس هذا الشوط بطاش على البدايه لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم لنا بطاش مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط شوط الختام يختمه بطاش مع البداية بدون أي أوامر بدون أي تعليمات أوامر طفيفة وبطاش مباعد المسافة يا سلام يا بطاش ولكن الله يا بطاش قفل أمور هذا الشوط شوط الختام يختمه بطاش تهانينا والناموس لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على فوز بطاش بالمركز الأول وشكرا يا عاشق السلالة الشاهنية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على فوز بطاش بالمركز الأول المركز الثاني نجد لسيدي صاحب السمو
اللي سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، المركز الثالث اللي سمو الشيخ سلهود، ثالثا لسمو الشيخ لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع خليفة الغويس، والمركز الرابع لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والمركز الخامس. مشاهدينا الكرام، هكذا كانت تحديات شوطنا الثاني عشر شوط الختام، وكان بطاش حاضرا بكل قوة، وكان الأداء مميز طيلة مسافة الأربعة كيلومترات، حيث قطع مسافة السباق في زمن وقدرة 6 دقائق 12 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على فوز بطاش بالمركز الأول، والثانية موصولة لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على هذه المتابعة المميزة. المركز الثاني، المركز الثاني كان فيه نجد لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتهنئة أيضا موصولة لمحمد بن حمد بن مصلح الأحبابي، 6 دقائق 18 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. المركز الثالث كان فيه أيضا، المركز الثالث مشاهدينا الكرام كان فيه سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتهنئة موصولة لخليفة بخميس الغويس السويدي، حيث قطع مسافة السباق 6 دقائق 20 ثانية، جزء واحد يتيما من الثانية. تهانينا والناموس. هكذا